تقلي أستاذ ماركو، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إدارة بايدن تستخدم كل ثقلها السياسي لدفع إسرائيل لخفض سقف مطالبها، ومنحت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى منتصف مارس الجاري للتوقيع على رسالة تتعهد فيها بالالتزام بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية، وتعهد أيضا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كيف تقرأ هذا الأمر، وكيف تتوقع رد الفعل الإسرائيلي تجاهه؟ أستاذة أمل، تحياتي وتحياتي للضيوف الكرام والشهداء المشاهدين. دعني أجمل لك مواقف الأطراف الدولية والإقليمية حتى الساعة من المفاوضات التجارية. الولايات المتحدة وهي أسرع وهي في أشد الحاجة وأشد العجلة من اتخاذ موقف لوقف إطلاق نار حتى لو مؤقت، يتيح للرئيس بايدن تصليح ما أفسدته حكومة بنيامين نتنياهو. عندما نتحدث عن انتخابات ميشيغان والرسالة القوية التي أوصلها العرب الأمريكيين حتى لو كانت غير مؤثرة، بالطبع الرئيس بايدن فاز ببطاقة الانتخاب في ولاية ميشيغان، ولكنها كانت رسالة قوية لأقليات لتحويل الدفة من حزب الديمقراطي لحزب الجمهوري. دعني أشير إلى حادثتين في التاريخ الأمريكي كانت نتيجة لأحداث سياسية كبيرة على الساحة الدولية أثرت على مسار واختيارات أقليات، ومنها العرب ومنها أوروبيين. عند قيام الحرب العالمية الثانية واندلاع الحرب في أوروبا، كان الأمريكيين من أصول أوروبية وخصوصا ألمانية إيطالية وإيرلندية كانوا يدينون بالولاء للحزب الديمقراطي، ولكن بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية حتى الآن نرى أنهم يميلون ناحية الحزب الجمهوري بسبب سياسات الحزب الديمقراطي في الحرب العالمية الثانية. مثال آخر، عندما نتحدث عن الحرب الأمريكية على الإرهاب بعد هجمات 11 من سبتمبر، فكنا نرى أن الجالية العربية كانت تميل ناحية اليمين أو تميل ناحية الحزب الجمهوري، ولكن بعد اتخاذ قرار جورج بوش وحربه على العراق، فرأينا أن هذه الجالية مالت ناحية الحزب الديمقراطي. فهنالك أمثلة كثيرة على أحداث سياسية كبيرة على الساحة الدولية أثرت بسكولها على الخريطة السياسية الأمريكية. الرئيس بايدن يعي ذلك جيدا ويريد أن إصلاح هذه ما أفسدته هو الحرب في قطاع غزة، وخاصة أن نحن نتحدث عن الانتخابات الأمريكية في سوبر تيوزداي. نعم، إن نحن نتحدث عن 3 أيام، وهذا يفسر كثيرا الموقف الأمريكي من هذا الحرب الأمريكية. من ناحية الأطراف الفاعلين في الإقليم، مصر، الأردن، قطر، السعودية، بالطبع يريدون الوصول إلى حل جذري قبل شهر رمضان المعظم. الجانب المهم والذي لا يريد الوصول إلى المهلة هو حكومة بنيامين نتنياهو. حكومة بنيامين نتنياهو أصدرت من قبل يومين أو ثلاثة عن طريق مؤسسات إعلامية غربية الحل السياسي لما بعد الحرب في قطاع غزة، عندما طرأ أن الحل السياسي هو في نظري هو معضلة سياسية وتحدي سياسي، هو ليس بحل. الحل السياسي من وجهة نظر بنيامين نتنياهو هو يأتي على جانبين. الحل السياسي هو إحكام قبضته الأمنية على قطاع غزة وخصوصا في الجنوب وحدودها مع مصر، ويروا أنه سوف يوصل إلى هذا الهدف مع التشاور والتعاون مع مصر. الناحية الأخرى من وجهة نظر بنيامين نتنياهو هي إعادة الهيكل الإداري لقطاع غزة وعدم ممارسة التعاون الدولي مع حكومات كحكومة قطر، وهو نفسه الذي وافق على هذه القرارات من قبل. فنحن نرى أنه يريد إقباط حكمته الأمنية على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يريد أي حل للدولة الفلسطينية. نعم.